انا خايفه قوي يا اشرف، خايفه الموضوع يكبر وتبقى مشكله. مفيش حاجه خلاص. قولي لي صحيح، انت عرفتي مين زمايلك اللي قالوا انهم شافوكي دول؟ لا، خفت اسال يحسوا ان انا مهتمه بالموضوع. يعني ايه يا روبا؟ ناس وبتقول عليكي كلام، مش تعرفي الناس دي بتقول كده ليه؟ وممكن يبقى الموضوع كله فاتي يعني. هو انت هتخوفني ليه؟ يا حبيبتي ابدا، انا بس بحاول ان احنا نبقى مأمنين نفسنا. طب خلاص، انا هحاول اسال من بعيد كده مين اللي قال انه شافني. ماشي، ولو جالك اي تليفون او اي استدعاء لازم تقولي لي فورا. فاهمه ولا لا؟ ايه ده؟ اشرف انت قاعد هنا؟ وما كلمتنيش ليه عشان اجي اقعد معاك؟ ولا انت معاك حد؟ معلش بس كنت مشغول شويه. منى ربع، ويا ترى بقى هي دي الشغل اللي واخدك مني يا اشرف؟ منى، وكل ما اكلمك تقولي مشغول ومش فاضي. عموما المكان هنا حلو قوي، انت بقى يا ترى بتقابل كل الناس هنا؟ ولو ان ذوقك يعني مش على نفس مستوى المكان. ربع ربع، ايه قله الادب والسفاله اللي انت فيها دي؟ عجبتك؟ انت اتجننتي بقى. وحياتك عندي انت لسه ما شفتش كمان. وانت عايزه ايه؟ عايزاك تشيل من دماغك خالص انك ممكن تعمل اي حاجه مش على مزاجك يا اشرف. العلاقه اللي بيني وبينك ما تسمحلكيش انك تتعاملي معايا بالطريقه دي، انت فاهمه ولا لا؟ طب وموطي صوتك ليه؟ علي صوتك، خلي كل الناس تسمع ان احنا في ما بيننا علاقه يا اشرف. عمري في حياتي ما اعتمدت عليكي في حاجه وعملتيها، منك لله يا شيخ. طب لما انت عايشه في النظافه دي كلها سايبه ابنك قاعد عند امك ليه؟ جريفري، هو انت متخيله ان انا ما كنتش عارف اوصل لابني ولا اجيبه يعني؟ عايز ايه يا جمال؟ والله انا ما كنتش عايز حاجه غير ابني، بس بعد اللي عملتيه انت وجوزك انا عايز منكم حاجات كتير قوي. انت اللي بدات واذيت الكومي، والكومي ناوي على الشر. ايه؟ ما كنتش عايزني اخد ابني وابعده عنكم؟ ابنك مش محتاج غير انه يبعد عنك انت وبس. عارفه ليه؟ عشان ما يكبرش شارب الشر اللي جواكي. وانت ايه؟ ملاك؟ الشر اللي انت بتتكلم عليه يا حبيبي ده انا اتعلمته على ايدك انت. لما كنت بقعد اقول لك الناس كلها بتكبر يا جمال واحنا واقفين محلك سر. اتحرك يا حبيبي، وانت تقول لي لا، احنا حياتنا كده وعيشتنا كده واحنا كويسين قوي كده. بذمتك احنا كنا كويسين؟ كان ممكن نبقى كويسين، بس مع واحدة غيرك. واحدة كانت بتفضل سهرانة طول الليل مستنيني أخرج يوم أجازتي من كلية الشرطة. واحدة لما طلبت إن أنا أتجوزها كانت طايرة من الفرحة. قالت لكل الناس إن هي هتتجوز ظابط. واحدة لما ركبت معايا أول عربية اشتريتها كانت شايفاها أحلى عربية. ويوم قلت لها اكتبها باسمك خافت. واحدة يوم ما اتضربت بالنار في عملية اتحايلت عليهم في المستشفى عشان تتبرع لي بدمها، وفضلت سهرانة جنبي أسبوع بحاله. الناس كلها كانت بتحسدني عليها لحد ما بدأت تطمع وتبص وتطلب. نسيت كل اللي حلمنا بيه وبصت بس للي هي عايزاه. عرفت ان احنا ممكن كنا نبقى كويسين. حتى لما طلبت الطلاق وافقتك، بس بشرط سليم يفضل معايا عشان كنت بحاول برضه نفضل كويسين. عشان كده بقولها لك يا فريال لاخر مره، فكري الف مره قبل ما تكرريها معايا.
يعني كده صرفت نظر عن السفريه يا زميلي؟ اه مش جايبها معاك. ليه كده يا صاحبي؟ ده انا قلت هتطلع وتشد اخوك وراك. وربنا ده اللي كان جوايا يا كوب، بس انت عارف الوقت طمع عايز 20 باقه عشان يسفرني. ليه يا عم؟ هجيبهم منين انا؟ طب وناوي تعمل ايه؟ خليني في البلد وهمشيها، هجيب لي توك توك ب15 رايه وانزل عليه اي حد يشتغل عليه. توك 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 ايه يا عم؟ هز وجيب رزق وهتمشي يا كوب، هتفرج وربنا وتبقى زي الفل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ابن حلال يا رؤى، ان لحقتك. انت هتسافر من غير ما تاخد الحاجه بتاعتك اللي عندي؟ حاجة اللي عندك يا عم؟ في انت مين اصلا؟ انت نسيتني ولا ايه؟ ولا اعرفك. انا جاي لك من طرف الراجل بتاع الفلوس. طب بقول لك يا زميل، املس انت كده وانا في مصلحه اخلصها واكلمك على طول. خلصنا يا زميلي. يا حاج انت بتقول لي امانه ومصلحه، في ايه يا عم؟ انا اول مره اشوفك النهارده. انا جاي لك من طرف زميلك، زميلك بتاع الامن اللي ضرب من يومين، وانت خدت الهبره كلها خلعت. هبره ايه يا عم؟ انت جاي تهرتل في الكلام ولا ايه؟ مراته خدت تعويض من الشركه، وبعدين لو بعتك بقى عشان تحكي في المحكي انا ما بياكلش معايا الكلام ده. طب بقول لك ايه؟ قول لي مين اللي مشغلك وانا اطلعك منها خالص. يا عم مين اللي مشغلني؟ انت هتلبسني قضيه ولا ايه؟ مين يا فاروق؟ يا عم وربنا ما حد مشغلني. بقول لك ايه؟ صاحب الفلوس نفسه انا قعدت معاه وقلت له انا ما اعرفش حاجه عن الموضوع ده. يعني ما قلتش جمال الجبال؟ جمال انت تعرف جمال الجبالي ده منين؟ ما انا جمال الجبالي. اه لو كان قطعك تقطيع ولا انك تيجي هنا عمرك ليك يا دي، انت كده هتضيعنا. ما قلت لك هربت منه يا استاذ بدير، يعني هو لو كان قاطرني لحد هنا كان هيسيبني اطلع كده عادي يعني. هو عرف سكتك ازاي؟ سمين اللي جابك هنا اهو. يا دي يخرب بيتك، انت المفروض انك سافرت. الراجل بتاع بسبوك الناس قلوبها اتملى غشع يا باشا، بعد ما طلب مني فلوس زود عليا فلوس كتيره تاني. ده عندها يالا. انت فاكر واد ابن امبارح زيك يجي يمتزين انا؟ ما تسماش كده. وبعدين هم 50,000 اللي خدتهم يعني عملوا ايه؟ راحوا يمين وراحوا شمال. وبعدين يا باشا العربيه كانت معكمه معكمه قوي. الله، ده انت بتطمع بقى يا رؤى. لا لا لا، ما تسموش ولا طمع ولا اي حاجه، بس يا باشا الموضوع كله انا عايز 10 بواكي تانيين وبعد كده هقلع خالص، ولو شفت وشي تاني هضربك بالنار. وماليش ديه، واعتبره كلب وراح. ماشي، اخفى دلوقتي لغايه ما اكلمك بنفسي بكره. امانه يا باشا. انت لسه واقف؟ بور بور يا واد، خرب بيتك يا اخي بور. يا استاذ يا استاذ، ما ينفعش كده يا استاذ. يا استاذ ما ينفعش كده. في ايه؟ هتفهم كل حاجه يا كومي دلوقتي. اتفضل انت على مكتبك. اسمع، وبعدين هم 50,000 اللي خدتهم يعني عملوا ايه؟ راحوا يمين وراحوا شمال. وبعدين يا باشا العربيه كانت معكمه معكمه قوي. انت بتطمع بقى يا رؤى. لا لا لا، ما تسموش ولا طمع ولا اي حاجه، بس يا باشا الموضوع كله انا عايز 10 بواكي تانيين وبعد كده هقلع خالص، ولو شفت وشي تاني هضربك بالنار. بدير؟ اه بدير. عرفت فلوسك فين يا كومي؟ انا انت ايه؟ سمعت عني كلمتين وصدقتهم من غير ما تفهم. جمال، انا مش قادر اصدق. بدير ده اخر حد انا ممكن اتخيل انه يعمل معايا كده، مش عشان فاكره مخلص وامين معايا، لا، لان لو هو فعلا اللي عمل كده يبقى انا في كارثه. اديك سمعت بنفسك كل حاجه. انت عارف ده معناه يا جمال؟ معناه ان انا مكشوف للناس كلها ومن زمان. كل شغلي مع بدير، وانا اللي فاكر نفسي متامن ومثبت في ورقي. ترى اكلني لمين ولا لمين قبل كده ابن الكلب؟ لو كل ده ما كنتش حاسس انه بيلعب بيكي يبقى العيب مش عليا يا كومي. حط نفسك مكاني يا جمال. انا ما بحطش نفسي مكان حد واسيب مكاني لان اخسر كتير. زي ما حصل معاك كده مع الناس ضحكوا عليك. انا مش عارف اقول لك ايه. انا اسف. ما تقولش حاجه. بس المحامي بتاعك ده انا هعرف اتصرف معاه. سيبهولي يا ارجوك. هقرره واعرف لك كل الحقيقه واعرف لك مين وراه وهبلغك. ماشي يا كومي. يا عم جمال. يا عم جمال ابوس ايدك، انا عملت كل اللي انت قلت لي عليه بالحرف الواحد، سيبوني امشي بقى. اخرس يالا. الزباله ده هيجيب لك فلوسك. على دير مليمه يا باشا،
بس ناقصين 5400 جنيه والنبي يا باشا انا مش وشي مرمطه ولا وشي سجون يا باشا ابوس ايدك سيبني امشي بقى بره اسبره ربنا يخليك يا باشا ربنا يخليك يا باشا انا رجعت ابني اللي خطفته وعرفتك فلوسك فين كده انت مديون لي بحاجتين افتكرهم بقى كويس عشان ما بنساش حقي يا كومي انا تحت امرك يا جمال واخر نصيحه اقولها لك بس دي ببلاش دور في الناس القريبين منك